السؤال ده حلو قوي، خلينا نفكر فيه كأن عندي ميزان. كفة منهم بتقول ان انا عندي شخص ذوي اعاقة عنده مشكلة ما، يعني مثلا عنده مشكلة في الذكاء والقدرات المعرفية، عنده مشكلة في البصر، عنده مشكلة في السمع، عنده مشكلة في الحركة. فدي كفة من كفة الميزان. بس الكفة التانية ان انا عندي مجتمع بيساعدني ان انا اعيش جواه، بيسدد لي احتياجاتي فاعرف اعيش، او مش مديني المساحه دي. لو الكفتين دول متوازيين انا عارف اعيش، لكن لو ما عنديش الاحتياجات دي اعاقتي هتعلى قوي وهيبان المشكله اكبر عندي. يعني المجتمع ممكن يكون هو في زياده العائق. طبعا بيزود بالظبط كده، بيزود لي احساسي بالاعاقه. يعني على سبيل المثال هديك نموذج بسيط، برنامج زي ده في ترجمه لغه الاشاره دلوقتي بقى ممكن اللي عندهم مشكله في السمع يقدروا يتابعوا البرنامج، لما كان ده مش موجود ما كانوش بيتابعوا ببساطه. صحيح. لو انا قاعده جايه البرنامج كمستضيفاني على ويل تشير ومفيش مثلا على كرسي بعجل ومفيش اسانسير جوه المبنى هنا، انا مش هعرف اطلع. فانتوا بتسهلوا لنا حاجات بتخليني اقدر اتواصل اكتر معاك. يعني كاني بنحوله من انسان معاق لانسان متحدي الاعاقه. بالظبط، قادر اعيش في المجتمع. كل ما المجتمع بيسهل لي ده، كل الاعاقه موجوده، الاعاقه موجوده، الاضطراب موجود، لكن غير كده لو المجتمع سامح لي انا ماشيه بده. حقيقي حتى لما بنسافر بره نشوف ان المعاقين دول واخدين، يعني اكتر ناس واخدين حقهم، في باركينج ليهم لوحدهم، في حتى الفيتنج روم برضو ليهم مكان مخصص، التواليتات بالظبط كده. فده بيساعدهم ان هم يعيشوا عيشه، يعني هو بنفسه ما بيبقاش محتاج لاي حد معاه. ودي نقطه مهمه قوي، لان مش كل المساعدات بتبقى مريحه بالنسبه له. صحيح. كل ما بيعرف يعيش لوحده ده بيكون مرتاح اكتر. طب لو هنتكلم بقى عن المجتمع المصري وفي خدمتكم الحياه معا، اهم المعوقات اللي بتقابلكم في طريقكم وهي فعلا بتكون بقى يعني اعاقه بالنسبه لكم انك تمشوا او تادوا الخدمه بمستوى لائق؟ يعني هتتكلمي على الصعيد ولا هتتكلمي على ملوي بالتحديد؟ يعني خلينا نتكلم على كله. على كله مفيش مشكله. عندنا طبعا معوقات. خلينا نتكلم في طبيعه البشر عامه وطبيعه اللي جوه المجال الاسر. فكره ان انا عايز مركز فيه اقامه داخلي فكره منتشره قوي، وده كان تحدي كبير قوي بالنسبه لنا. على فكره معنى ايه اقامه داخلي؟ انا عندي ابني ذوي اعاقه بس عايز اورديه مكان يقيم فيه. مش يتدرب ويرجع لي. وده كان تحدي كبير في بدايه المركز عندنا على فكره، لانه ودي بتقدموها في المركز عندكم؟ لا، احنا ما عندناش الاقامه، احنا مش تبع الفكر ده خالص. احنا الفكر بتاعنا ان طول ما الابن او الابنه موجودين في الاسره وانا بدرب الاسره معاهم، ساعتها هيبقى في تعايش افضل بكتير. لكن مش ان انا ده افضل يعني طبعا، بس ده فكر موجود للاسف وتحدي مش قليل. كمان الخدمات سعرها عالي والمستوى الاقتصادي للاسر مش قليل، فطبعا ده بيأثر وده تحدي كبير موجود عندنا مش هنقدر ننكره، موجود بقى في مصر كلها، وهتكلم عنه موجود في الصعيد بشكل كبير مش قليل، خاصة ان ذوي الإعاقة هم اكتر نسبة شغلهم قليلة، ما بيلاقوش شغل كتير. هنيجي في موضوع الشغل ده. بالظبط كده. طيب ازاي بتحسوا بإيد ربنا موجودة وممدودة ليكم في خدمتكم؟ ده في كل حاجة ممكن تتخيليها. زي من اول اختيار الفريق حتى اللي بيشتغل. احنا بنقابل ناس كتيره وبنختار ناس معانا وعندنا مواصفات للاشخاص، بس صدقيني هو ربنا بيختار الناس اللي بتشتغل في المجال ده، لانه مجال مش سهل. صحيح. وفي ناس ممكن تجي لنا اسبوع واتنين وتقول انا مش عايزه اكمل، لكن اللي قلبه بيتحرك واللي ربنا بيحرك قلبه بيشتغل بشكل في منتهى الامانه. ويمكن انا بشوف ان قوه مركز الحياه معا في فريقه، يعني احنا عندنا فريق في منتهى القوة، مش بس على مستوى التدريب لكن على مستوى الروح، ويمكن اي حد بيدخل عندنا بيحس بده بشكل جامد. كمان ان احنا بنخدم كل المجتمع، مش بنخدم بس فئة محددة، فوجود كل الناس معانا جوه المركز بيشهدوا طول الوقت بان في روح مختلفة موجودة في المكان ده، روح ربنا.